بمشاركة 46 دولة و24 منظمة دولية، نظمت باريس مؤتمراً لدعم أوكرانيا، تمكن من جمع أكثر من مليار يورو كمساعدات طارئة تركز بشكل أساسي على ملف الطاقة. تمكنا من جمع أكثر من مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا، تتذهب 415 مليونا كمساعدات لقطاع الطاقة، و38 مليونا مساعدات غذائية، و22 مليونا لقطاع النقل. تجاوزت التعهدات المالية المبلغ الذي طالب به الرئيس الأوكراني لدى افتتاح المؤتمر، ويصل إلى 800 مليون يورو. أوكرانيا بحاجة إلى دعم طارئ من نظام الطاقة الأوروبي. نحن بحاجة إلى مولدات لتوليد الكهرباء والتوربينات الغازية. نحتاج لتزويد أوكرانيا بالكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي. قبيل المؤتمر، تشاور الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الأوكراني في قصر الإليزي، وأقيم أيضاً مؤتمر آخر جمع عدداً من الشركات الفرنسية التي ترغب بالمشاركة في إعادة الإعمار في أوكرانيا. تعتبر فرنسا أن مجرد انعقاد هذا المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا بمشاركة نحو 70 بلداً ومنظمة دولية هو إشارة قوية على الدعم الدولي للشعب الأوكراني في مواجهة الشتاء البارد. عز غريب، إسكانيوز عربية، باريس.